هاي بسمة مو شايفتها؟ حق بسمة. وهذا حق منو؟ يا شوشو هذا حق منو؟ هذا قفص على فكرة ولا شنو؟ شنو هذا؟ شو يعني ما فهمت أنا؟ أوه. طب أنت شفت هذا إبراهيم؟ شو الفكرة هاي مثلا؟ إبراهيم ها إيه شفته هذا حق منو؟ صورتك ورا هاي Good luck from Angela. هذا ما ميشيل. طب هذا شو الفكرة منه يعني ما في ما أدري. هم في ورد يعني كان أغراض ورايحة. زين ما في اسم ما في شيء. ما في شيء جوا يعني. وهذا حق منه. عبد العزيز. I love you too شيرين. مش نرمال. رجاء رحت. من هنا إلى برهوم. حطوا البتاع فيه بقى من هنا الكويت الى برهوم سبايدر مان بس كثير خادم برشة ترابيز لهنا ايه ما شاء الله هون اخذ كورسين هون والله العظيم الصبح الواحد يعني شي يسوي شي يقول شي يخلي لا الو حياتي اشتقت لك هذه صورتي كثير حلوه هي حلوه كمان يلا هاي شو كنت عطرني وقتها شكرا مرحبا بك مخصوص وجهي هنا شو البوز هون الفشل لمين ده؟ اي ده؟ ارجنتينا اعرف انا النكنيم هذا اعرف النكنيم ارجنتينا كثير بحبك شكرا واحد مو وحده واحد اسمه ارجنتينا دمه ازرق الزلمه يا بنات عن جد ريم الكويت هدية قوية هذه اقوى واحده بصراحه الفارس والملك وملك الاحساس والملكه والاميره لا والله تي انا صراحه ابتدت بعد في عبد العزيز ما شالش الورد بتاعه كنت نعسان لاف يو شيرين كنت نعسان وبنفس الوقت يعني بس صحيت شفتي هذه ما علي طلع سبايدر مان انا ديالها جابوا لي سبايدر مان سبايدر مان جابوا لي هذا الورد انك شفتي هذا يا معلم يا معلم ما شباب بالاكاديمي نحن حاليا مع السيد سبايدر مان ايه نحطه من نايم اعتقد ميشيل رميح يزيني تجيني التيكتس من عند شيرين حاج فيه البرك اغلى من هديه اسمها اغلى من الهديه ام الديله حبيبتي شيرين أم بديرو بجد حلوين قوي هيا اسمع ليبرو الحب ليبرو حضر لي روح للجيتار كورس تسمع فيها اي اوكي حضر لي روح حاضر تحب تنزل معك حاجه نزلش معك حاجه طلع لك فوق ايه تعال شيل معاي مش عارفه شيل شو نشيل ولا شو مش عارفه ايش نشيل ولا ايه مكتوب على العلم شيء شو وين؟ وين ايه اخذه قولوا لونو طلعنا الواحد واحد دهولي عرفتوا الصغير هذا جابوا لي اياه هذا تشوف جابوا لي شو هذا يلا شوفي هذا والورد وهذه الشمعة يلا قلبي تفرج على امي داير شوفي صورتي تعالي
اسمع. للإعلان على الـ LBC الفضائية اللبنانية يمكنكم الاتصال بروتانا للخدمات الإعلانية على الأرقام التالية. نعشر طالب بتحدي جديد بالبرايم التاسع، كل مشترك يملك شيء بيميزه عن غيره. الوقت عم بيمرق، تقدم واضح، ويوم بعد يوم المنافسة عم تقوى. بسمة أصلاً تلميذة كتير شاطرة وصوتها كتير حلو، وكل مرة بتطلع على المسرح فظيعة، بتستاهل السفر. ستار أكاديمي 6 بالبرايم التاسع مع ميريام فارس والفرسين الأربعة. واحد شرعي غير الشعب وغيره ما في شرعي. ستار أكاديمي 6 الجمعة 9:30 المساء بتوقيت السعودية على الـ LBC الفضائية اللبنانية. هذا البرنامج برعاية بيبسي. شخصيات عربية وعالمية تكشف أسرار تفوقها. من لم يتعلم من فشله لن ينجح. رواد في كل القطاعات. أنا عملت فقط لكي أحصل على الإحترام وعلى الخبرة. صنعوا نجاحاتهم. لذة النجاح هي أنك تركت شيء للأجيال اللي جاي وراك، ليكونوا عبرة لكل إنسان طموح. أنا شاب عادي جدا جدا جدا، لا أقبل الفشل. حديث آخر مع ريكاردو كرم السبت 10:30 مساء بتوقيت السعودية على الـ LBC الفضائية اللبنانية. الـ LBC الفضائية اللبنانية تضع برامجها بمتناول يديك عبر موقعها الإلكتروني www.lbcgroup.tv. خدمة فيديو on demand. شاهد برامجنا، موقع الـ LBC في خدمتك، برامجنا بمتناول يديك. مين جاب لك اياهم؟ هذه امواج الكويت.